أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا ما شغلتوش أو يعني تقبل الله بنا منكم الطاعات، وأسأل الله أن يعيد علينا هذا الشهر المبارك رمضان مرات عديدة إن شاء الله تعالى. توقفنا قبل رمضان عند سورة النحل، وتوقفنا عند الآية 18 من هذه السورة المباركة، وقلنا أن من معجزات القرآن الكريم ذكر بعض الحيوانات بأسماء الصور، وإذا كان هذا الكائن يعيش حياة جماعية كالنحل كالنمل كغيرهما من الحيوانات يأتي اسم الصورة بالجمع، وإذا كان يعيش حياة مفردة كالعنكبوت مثلا تأتي اسم الصورة بالإفراد. هذه أيضا لمحة على بساطتها، لكن تؤكد على الدقة الفائقة في إيراد كل كلمة في كتاب الله. في الآية 18 يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحى ربك إلى النحل، شوف النحل هنا بالجمع، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. والعلم يقول لنا الآن أن أفضل أنواع عسل النحل هو الذي يؤتى من خلايا بناها النحل في الجبال، ولذلك النحل العسل اليمني يعني من أغلى أنواع العسل، لأنه يؤتى عادة من خلايا يبنيها النحل في الجبال. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر، يليه في الجودة الخلايا التي تبنى في على الأشجار، ومما يعرشون من الخلايا الصناعية التي يبنيها الإنسان للنحل. وأوحى ربك إلى النحل، والوحي هنا ليس المقصود به الصلة المباشرة برب العالمين كما هو الحال مع الأنبياء، المقصود به الإلهام. وأوحى ربك إلى النحل، ألهم ربك النحل. والإلهام هذا قد يكون في الشفرة الوراثية لهذه الكائنات، يعني رب العالمين أودع في شفرتها الوراثية ما يعلمها كيف تخرج من خلاياها، كيف تتجه، كيف تحسب الطريق، كيف تعود مرة أخرى إلى مكان الخلية دون أن تضيع. وقد تقاس هذه المسافات بعشرات الكيلومترات، يعني ربي أعطاها جهاز توجيه خاص بها، أعطاها حس خاص يعينها على ذلك. وهذا هو المقصود بال الوحي هنا، ليس كالوحي الذي يؤتى الأنبياء. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والقرآن دائما كل ما يعرض لقضية من قضايا إبداع الله في الخلق يوجه سؤال للذين يعقلون، للذين يتفكرون، للذين يؤمنون، للذين يوقنون، يعني ويخاطب بأدلة موجودة ملموسة مدركة، يخاطب الناس بها حتى يدركوا أن هذا الكون لم يأتي عبثا، وإنما يعني أوجده خالق عظيم له من طلاقة القدرة وبديع الصنع وأحكام الخلق ما مكنه من إبداع هذا الخلق. ثم كلي من كل الثمرات، يعني النحلة تتحرك لعشرات الكيلومترات تتخير الأماكن التي فيها الزهور الجيدة، الثمار الجيدة، وتأخذ من هذه الزهور ما يناسبها، يعني تتذوق الزهرة أو الثمرة، فإذا كان يناسبها تأخذ من رحيقها أو تأخذ من عصارتها ما يعينها على إنتاج هذا العسل. فاسلكي سبل ربك ذللا، يعني الله سبحانه وتعالى أعطى للنحل أجهزة توجه، يعني يفتقر إليها كثير من الناس،
يعني النحلة قد تتحرك عشرات الكيلومترات ثم تعود إلى خليتها دون أن تضيع. قل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. ونسأل لماذا قال شراب؟ يعني لم يقل سائل، لم يقل مادة جامدة أو مادة صلبة، شراب، لأنه هو خليط حقيقة. ما يخرج من بطن النحلة خليط، يعني فيه العسل وفيه غذاء الملكات وفيه سم النحل، فيه حبوب اللقاح الذي يأخذها من الزهور، صمغ النحل سمى العكبر وهو علاج عظيم معروف، شمع النحل الذي تبني به النحلة يعني خلاياها المختلفة. وهذا الشراب عسل النحل المختلف الألوان والروائح والنكهات جعل الله تعالى فيه شفاء للعديد من الأمراض. وإذا قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، إما أن أجيه شفاف صافي تماما أو معتم اللون، بيعتمد على غذاء النحلة، يعني ماذا أخذت النحلة من هذه الزهور ومن هذه الثمار. فاسلكي سبل ربك ذللا، يعني أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى لكل نحلة جهاز توجيه تستطيع أن تقيس به المسافات وأن تدرك به الاتجاهات، يعني ما لا يتوفر للإنسان مثلا، يعني هذا ثابت علميا الآن. قل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، لم يقل الشفاء لأنه يشفي بعض الأمراض ولكنه لا يشفي كل الأمراض، فيه شفاء للناس. تختتم الآية الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يعني أي إنسان يعمل عقله في خلق هذه النحلة الصغيرة في الحجم الضئيلة يعني في كتلتها يستطيع أن يستشف من هذا الكائن الصغير أن الخالق العظيم سبحانه وتعالى له من صفات القدرة ما مكنه من تزويد هذه النحلة بإمكانات تعينها على دورها في هذه الحياة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. طبعا معروف علميا الآن أن عسل النحل 77% منه سكريات بسيطة، يعني ليست سكريات معقدة، يعني يسهل على معدة الإنسان هضمها بمنتهى اليسر، وفيه 10-20% ماء، و3-13% أحماض عضوية، بروتينات، دهون، إنزيمات، فيتامينات، هرمونات، بعض العناصر النادرة، مضادات حيوية، عدد كبير من المركبات الأخرى. ولذلك نجد أن عسل النحل مضاد حيوي، يعني اللي عنده نزلة برد خفيفة أو عنده يعني مشكلة صحية بسيطة قد يكون شفاؤها في عسل النحل. مطهر، مادة مطهرة، يعالج حالات التسمم، التهاب الجهاز الهضمي، الكبد والبنكرياس، القلب والأوعية الدموية، الكلى، المثانة، آلام المفاصل، الجهاز التنفسي، العيون، الجلد، الذاكرة، يعني وغير هذا يعني مما ثبت فائدة عسل النحل في علاجه. والله أنا أعرف شيخ كبير في مصر كان إذا أصابه أي مرض يعني ألم في عينيه قطر بعسل النحل، ألم في أذانه قطر بعسل النحل، ألم في فمه يستخدم عسل النحل. أما قال رب العالمين فيه شفاء للناس لم يقل فيه الشفاء للناس، ولكن فيه قدرة على شفاء بعض الأمراض يعني التي قد يتعرض لها الإنسان. طبعا معروف أن المسافات التي تقطعها أنثى النحل مسافات كبيرة جدا، يعني وجهد عظيم لكي تنتج كيلو جرام واحد من العسل، تحتاج أن تتحرك لمسافة تتراوح بين 7 و21 كيلومتر، يعني وتعود إلى الخلية دون أن تضيع.
عشان كيلو العسل هذا لابد أن تجمع 3 إلى 4 كيلو جرام من رحيق الأزهار وحبوب اللقاح. تقطع مسافات تتراوح ما بين 250,000 كيلومتر إلى 500,000 كيلومتر في 600,000 إلى 800,000 طلعة عشان كيلو واحد من العسل. يعني شوف التسخير الإلهي العظيم لهذا الكائن الضئيل الصغير. ولذلك يستشهد ربنا تبارك وتعالى على دور عسل النحل في الشهادة لله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالألوهية وبالخالقية وبالإبداع في الصنعة. بعد الكلام عن عسل النحل تتحرك الآيات في الحديث عن قضية أخرى يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: والله خلقكم ثم يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. انتقل إلى خلق الإنسان وهي قضية أكبر وأشمل من عملية خلق حشرة النحل. والله خلقكم ثم توفاكم. يعني كثير من الناس ينكر قضية البعث بعد الموت، ولكن نحن نرى في الوجود من حولنا كل شيء يخلق وله أجل محدد يموت من بعده، مما يؤكد على حتمية البعث يعني للحساب وللعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى والاستفاء جزاء الأعمال المختلفة. يقول: ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. يعني ضعف الإنسان في كبر سنه بيؤكد على حتمية الموت. ونحن نرى كل شيء في الوجود يخلق وتزدهر حياته ثم يشيخ ثم يموت. النجوم تولد وتموت، المجرات تولد وتموت، كل شيء في الوجود يعني يخلقه ربنا تبارك وتعالى لأجل محدد. وعند انتهاء هذا الأجل يعني يبدو عليه الضعف ويبدو عليه الوهن ويبدو عليه الاستعداد للموت. والله يذكرنا بذلك مما يؤكد على حتمية الحساب في الآخرة. الآيات تنتقل بعد ذلك: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. نتكلم طبعا على تباين توزيع الرزق في هذه الحياة، يعني يتباين الناس في ذلك تباينا كبيرا والله له حكمة في ذلك بالغة. وإن تنتقل الآيات بعد ذلك إلى قول ربنا تبارك وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وقلنا مرات سابقة أن من طلاقة القدرة الإلهية أن ربنا تبارك وتعالى عندما خلق أبوينا آدم وحواء عليهما السلام جعل في صلب كل منهما كل ذريتهما، يعني كل البشر جميعا كانوا موجودين في صلب أبوينا آدم وحواء لحظة خلقهما. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: شهدنا. فترد الملائكة تقول أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. وهذه القضية وحدها من أعظم القضايا التي تشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة. من يستطيع ذلك إلا الله أن يضع البشر جميعا، يعني 7 بليون إنسان يملؤون جنبات الأرض اليوم، والبلايين التي عاشت وماتت من قبلنا والبلايين التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة، كل هؤلاء كان نصف صفاته بالوراثية في صلب أبينا آدم عليه السلام ونصف الآخر في صلب أمنا حواء عليه رضوان الله. ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم بيسأله سأله: يا رسول الله أنعزل أو لا نعزل؟ فقال: أعزله أو لا تعزله، ما من نفس منفوسة إلا ولها في علم الله كتاب، ما في إنسان خلق أو سيخلق على هذه الأرض إلا والله يعرفه باسمه وصفاته وهل هو من أهل الجنة أو من أهل النار. قال: أعزله أو لا تعزله، ما من نفس منفوسة إلا ولها في علم الله كتاب.
فمن أعظم الشهادات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق أن الله خلق الخلق كله في لحظة واحدة، آدم وذريته وحواء وذريتها، يعني نصف الصفات في صلب أبينا آدم عليه السلام والنصف الآخر في صلب أمنا حواء عليها رضوان الله. وكذلك في بقية الخلق، يعني النباتات الحيوانات، يعني كل الكائنات الموجودة خلقها ربنا تبارك وتعالى قبل يعني أن تكون، وهذا من أعظم الشهادات على قدرة هذا الخالق العظيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفلة ورزقهم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. بل أن تستمر الآيات بقول ربنا تبارك وتعالى وعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني الشرك بالله يعتبر من الجرائم التي لا تغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك جريمة كبرى حقيقة، لأن أما ينظر الإنسان وراء نعم الله غامرة له في كل مجال وراء من ذلك يشرك بالله أو يكفر بالله أو يعني لا يعبد الله بما أمر، هذه من الجرائم التي يعني يعظم القرآن الكريم العقوبة عليها. تستمر الآيات إلى أن يقول رب العالمين والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. والقرآن دائما يقدم السمع على البصر على الفؤاد، يقدم السمع لأن أولا أول حاسة يعني يستخدمها الإنسان هي حاسة السمع، يعني والجنين في بطن أمه يسمع الحديث من حوله يعني ويتأثر به تأثرا كبيرا. فالقرآن من دقته البالغة أنه يقدم دائما السمع على البصر، وحتى في وجود الإنسان نجد أن مركزي السمع فوق الأذن مباشرة بينما البصر في خلفية الرأس، يعني حتى في وضعهما في مخ الإنسان نجد أن السمع يتقدم على البصر، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لذلك ندرك أن جميع مراكز الحس تبدأ في التخلق في الجنين البشري منذ المراحل الأولى لوجوده. المايك يمكن وقع. طيب خلينا بارك الله فيك. مراكز الحس تبدأ في التخلق في الجنين البشري منذ المراحل الأولى لوجوده، إلا أنها لا تستخدم إلا بعد الميلاد فيما عدا السمع، يعني الجنين يسمع وهو بطن أمه، وأول حاسة يستخدمها الجنين هي حاسة السمع. لذلك يقول رب العالمين والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولم يقل لا تسمعون شيئا، قال لا تعلمون شيئا، لأن مراكز الحس هي وسائل التعلم عند الإنسان. من الثابت أن قرصي الأذن والقيصرة البصرية يتخلقان في مرحلة العلقة، العلقة شيء ضئيل جدا لا يرى بالعين المجردة، يعني عمر الجنين 24-25 يوم، طول هذا القرص 2.5 مليمتر يعني لا تكاد العين البشرية أن تراه، ويمكن تمييز بروز القلب بعد ذلك بيومين اثنين، هنا تظهر فتحتها الأذنين، بعد ذلك بيوم يومين إلى ثلاثة تتخلق وصيرتها الأذنين، ويمكن تمييز قرص عدستها إلى العينين. ولذلك القرآن يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول رب العالمين وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، ويقول وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة في أكثر من
موضع من مواضع القرآن الكريم. وسورة الملك يقول فيها: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالقرآن من دقته البالغة حتى في ذكر نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان يرتبها حسب مراحل خلقها، يعني شيء أيضا لا يقدر عليه إلا رب العالمين. بعدين تنتقل الآيات إلى موضوع الطير، ويقول: أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يعني الطائر الذي يطير في السماء ويعرف متى يفرد جناحيه ومتى يضمهما، كيف يرتفع وكيف ينزل، كيف يعني يتجنب الصعوبات التي تلاقيه، هذا أيضا من دلالات طلاقة القدرة الإلهية في إبداع ربنا تبارك وتعالى لخلقه. بعد ذلك تنتقل الآيات إلى الحديث عن السكن: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها في يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. تنتقل الآيات بعد ذلك إلى شيء، طبعا هذه تؤكد على حتمية السكن للإنسان وحرمة هذا السكن الذي لا يجوز التعدي عليها أبدا. ثم تنتقل الآيات إلى حديث إلى نعمة من نعم الله الكبيرة، وهي تكون الظل على الأرض. يقول رب العالمين: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وكثير من الناس لا يدرك نعمة الظل، يعني الله سبحانه وتعالى جات لا تستطيع اختراق الأجسام المعتمة اللي هو يسموه الضوء المرئي، يعني حزمة الضوء التي يمتعنا بها ربنا تبارك وتعالى في وضح النهار، يعني هي حزمة من 7 ألوان، ألوان الطيف: الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. هذه الحزمة يسمونها الضوء المرئي الذي تستطيع أن الإنسان أن تراه، هذه الحزمة لا تستطيع أن تخترق الأجسام الجامدة، ومن هنا يتكون الظل. يعني إذا وقعت هذه الحزمة على جسم معتم، جبل مثلا أو بناء أو شجرة أو أي شيء آخر، لا تستطيع أن تخترق هذا الجسم فيتكون الظل. وإذا كان الضوء خارج من نقطة صغيرة، نقطة ضيقة، يعني يتكون ظل الشيء بس مباشرة بحجمه وشكله وهيئته. إذا كان الضوء مباشر يتكون الظل ويتكون حوله ما يسمى شبه الظل. وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى، لأن أغلب الكائنات سواء كان نبات أو حيوان أو إنسان لا يمكنه أن يحيا في نور دائم ولا أن يعني يعيش في ظلام دائم، فتبادل الظلمة والنور من ضرورات استقامة الحياة على الأرض. ولذلك يستشهد بها ربنا تبارك وتعالى على طلاقة قدرته، فيقول: والله جعل لكم، يعني نعمة من نعم الله سبحانه عليكم، والله جعل لكم مما خلق ظلالا، يعني من الكتل المصمطة الصماء كالجبال والتلال والحوائط والجذور وغير ذلك من الأجسام الصلبة، مما يمنع عنكم أشعة الشمس ويكون حولكم الظل. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا، يعني في بدايات الخلق لم يكن الإنسان يعرف البناء، فكان يعيش في كهوف الجبال، يعني يسكن كهوف الجبال، وهذه الكهوف كونها لنا ربنا تبارك وتعالى، ما في دور للإنسان في تكوينها. الله يسخر عوامل التعرية المختلفة من الرياح والأمطار وتباين درجات الحرارة وكثير من الكائنات الحية إلى تكوين الكهوف في الجبال، وهي كانت مساكن الإنسان في بدء الخلق. وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. والله سبحانه وتعالى يعني
أنزل القرآن الكريم هداية للبشرية في أمر الدين، وهو يعلم بعلمه المحيط أن هذه القضايا لا يمكن للإنسان أن يضع لنفسه فيها أي ضوابط صحيحة. قضايا العقيدة، العبادات، الأخلاق، المعاملات، يعني قضايا لا يقدر عليها الإنسان. فالعقيدة إيمان بالغيب، إذا لما تلقى الإنسان فيها بيانا من الله، بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أي قدر من التصورات البشرية، لا يمكن للإنسان أن يكون على عقيدة صحيحة أبدا مهما اجتهد في ذلك. العبادات بتعريفها هي الخضوع لله ولأوامر الله بالطاعة، يعني الله ينزل أوامر كيف نعبد هذا الخالق العظيم، فلا يمكن للإنسان أن يضع لنفسه عبادات ويتخيل أن الله سيقبلها. فالعقيدة والعبادات الحقيقة من الأمور التي لا يمكن للإنسان أن يستقيم له فيها رأي إلا بتلقي ذلك عن الله أو عن رسول من رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول أن رسالة القرآن الأساسية هي هذه الركائز: العقيدة، العبادات، دستور الأخلاق، فقه المعاملات. ولكن ربي عشان يعرف الإنسان شيئا من طلاقة قدرته يتخلل هذه القضايا للاستشهاد على ألوهيته وربوبيته ووحدانيته، يتخلل هذه القضايا الأساسية اللي هي رسالة القرآن الرئيسية بإشارات إلى الكون، يعني أن خلق الله يشهد له بالألوهية، يعني قدرة الله يشهد لها الخلق. فيتخلل آيات العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات بآيات كثيرة تتحدث عن خلق الله الذي يشهد له بالصدق فيما يقول سبحانه وتعالى. فلذلك نجد استعراض مثل هذه القضايا: النحل، يعني تكون الظلال، خلق الإنسان، ميراث الإنسانية يعني عبر التاريخ، وهكذا. هذه تأتي لتثبيت المؤمنين على إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. بعد كده تستمر الآيات في سورة النحل للإشارة إلى رسالة القرآن الأساسية من هذه القضايا: العقيدة، العبادات، الأخلاق، المعاملات إلى آخره. وتأتي بعض القضايا التشريعية زي الآية 115: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فما يضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وذكرنا يمكن مرات سابقة أن الحيوان إذا مات، إما يموت لكبر السن أو لمرض أصابه أو لحادث اعتراه، يعني وقع من مرتفع إلى منخفض، وإذا مات الحيوان يحتبس الدم أو يحتبس الدم في داخل جسده، ونعلم أن الدم هو حامل نفايات الجسد، فإذا تجمد الدم في العروق لا يستطيع الإنسان أن يعزله عن يأخذ مع اللحم كثير من النفايات التي كان يحملها الدم إلى أجهزة الجسم للتخلص منها. فالدم المسفوح لا يجوز أكله. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أحلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال، لأن خلاياهما خلايا الدم لكن ليس دما مسفوحا، ليس دما سائلا، لا يحمل نفايات، لا يحمل مسببات الأمراض. فالحيوان إذا مات خلاص يفسد جسده، إلا يعني استعجل الإنسان وزكاه بطريقة مباشرة قبل أن يتعفن، يحتبس الدم ويبدأ يتعفن، ويبدأ طبعا تكثر فيه مسببات الأمراض بشكل غير عادي. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقلنا أن الخنزير هو حيوان خلقه ربنا تبارك وتعالى مكنسة لنفايات الأرض، يعني لم يخلق للأكل أبدا ولا للتربية في البيوت، هو حيوان رمام لا يعيش إلا على النفايات، على يعني زبالة الناس، زبالة الطبيعة، فهو لا يأكل الأكل النظيف الطاهر. ربي خلقه يعني ينظف الأرض من نفاياتها،
ولذلك يمتلئ جسده بمسببات الأمراض وهو يتعايش معها، لا تضره لكن تضر من يأكله، تضر من يتعايش معه، تضر من يذبحه أو من يسلخه أو من يعني يتعامل معه بشكل أو آخر. ذلك قال إنما حرم عليكم البيت ده والدماء ولحم الخنزير. الخنزير يعني حيوان بالإضافة إلى طبيعته الرمية إنه رمام، معدته ضعيفة جدا، وربنا سبحانه وتعالى لما حل لنا يعني أكل الأنعام، الأنعام تشمل الحيوانات المجترة، الإبل، البقر، الغنم، الماعز، هذه كلها حيوانات مجترة. مجترة يعني إيه؟ يعني لها أكثر من معدة، فالطعام يهضم فيها هضما جيدا للغاية، حتى لو كان فيه بعض يعني مسببات الأمراض تستهلك أو يطهر منها في أثناء عملية الهضم. فلذلك قال رب العالمين في مطلع سورة النحل والأنعام خلقها يعني لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، يعني أباح لنا يعني أكل الحيوانات التي لها أكثر من معدة، حتى أن الطعام يهضم فيها هضما جيدا، ولو كان فيه بعض مسببات الأمراض يقضى عليها نتيجة الهضم المتكرر. الخنزير ثبت أنه له معدة ضعيفة جدا، لا يمكن أن تطهر ما يأكله ومأكله مليء بمسببات الأمراض إطلاقا، فمعدة ضعيفة للغاية. الخنزير دهنه فائق التشبع، والدهن متلبس باللحم، فلا يمكن عزل اللحم عن الدهن، فكونه فائق التشبع لا يمكن عزله عن اللحم. ومن طبيعة هذا اللحم أو الدهن أن معدة الإنسان لا تغضبه ولا كبد الإنسان يستطيع أن يخزنه، فيتجمع في جسم آكل الخنزير على أي دهن خنزير. فوجود الدهن في البدن يسبب أمراض كثيرة، منها أمراض القلب والأوردة والشرايين إلى آخره، والانسداد في هذه المجاري الدموية يشكل أخطار كثيرة على الإنسان. الخنزير ليست له رقبة فلا يذبح، هو يقتل إما بالصعق أو بال يعني كتلة من الحديد كبيرة الشكل، أو ينحط في غرفة غاز يختنق ويموت. فالخنزير لا يمكن ذبحه يعني، إنما يعني يقتل قتلا يعني، فلا يمكن للخنزير أن يذبح. في أسباب كثيرة يعني، الذي يقرأ في هذا المجال يرى الحكمة الإلهية من تحريم أكل لحم الخنزير. وأعداء الله يحاولون الآن أن يضعوا يعني شحم الخنزير أو دهن الخنزير في كثير من المطعومات، كثير مما يأكله الإنسان، وذلك المسلم مطالب أن يقرأ بدقة يعني محتويات أي مادة كلها يعني يشتريها، والقانون يفرض عليهم أن يذكروا ذلك. وأحيانا يتحايلوا يقولوا يعني أنيمال فات، لا يقول خنزير بطريقة مباشرة، يقول دهن حيواني، فلا بد للمسلم أن يقرأ ذلك جيدا. وما أهل لغير الله به، وذكرنا في جلسة سابقة أن فريقا من علماء سوريا الذي ندعو الله تعالى أن يحقن دماء إخواننا وأخواتنا فيها إن شاء الله، يعني جربوا يعني جابوا كائنات مما يباح أكلها وذبحوا بعضها بطريقة شرعية، وذبحوا البعض الآخر بالطريقة الغربية الصعقة أو بطريقة الخدق أو غير ذلك من الطرق، ووجدوا أن يعني فعلا الحيوان الذي لا يذبح بطريقة شرعية يمتلئ لحمه بالدم الفاسد والذي له أضرار كثيرة للغاية. حتى جابوا خروفين من مزرعة واحدة وذبحوهم بطريقة شرعية، وسموا وكبروا على أحد الخروفين ولم يسموا ولم يكبروا على الآخر، فلاحظوا أن الحيوان وهو قطعة أوداجه يعني إذا سمع التكبير يرتجف رجفة كبيرة فيطر كل ما في جسمه من الدماء، والذي لا يسمع التكبير لا يتعرض لذلك،
ومن هنا كان ضرورة التذكية الشرعية، يعني لابد من يذكر اسم الله سبحانه وتعالى على الذبيح حتى يطهر جسده مما يمكن أن يضر. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. يعني دائما ربنا تبارك وتعالى يعني عفو وغفور ورحيم، يعني إذا كان الواحد في صحراء واضطر ليس أمامه إلا يعني طعام لم يحله ربنا تبارك وتعالى، إذا أكله لإنقاذ نفسه لا عقوبة عليه إن شاء الله تعالى. وتختتم سورة النحل بآية غريبة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. كثير من الناس لا يدرك أن ترتيب الأيام كان في الأصل يبدأ بالأحد، الأحد يعني يوم الأول، يعني في الأسبوع اليوم الأول، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، والجمعة فرض يوم عبادة فرضه ربنا تبارك وتعالى على كل الخلق من آدم إلى محمد حتى وإلى قيام الساعة. والسبت فرض يوم للراحة، يسبتون يعني يرتاحون، يوم للراحة. ولكن عبث اليهود والنصارى بهذا الترتيب، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حديث عجيب، يقول: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة. يعني آخر أمة بعث لها نبي يوم محمد صلى الله عليه وسلم. قل: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا الذي كتبه الله سبحانه وتعالى. كان يوم جمعة، تكلم عن يوم جمعة، يقول هذا اليوم الذي كتبه ربنا تبارك وتعالى يوم عبادة لخلقه أجمعين. ثم هذا الذي كتبه الله عز وجل عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله تعالى له، فالناس يعني أصبحوا لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. يعني كان يوم الجمعة هو يوم العبادة المفروض على الخلق من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على الجميع. فاليهود من عبثهم بالدين والنصارى من عبثهم بالدين، فاليهود أخذ يوم السبت يعني والنصارى أخذ يوم الأحد، فقال فأصبح القوم يقولوا هذا يومهم الذي فرضه الله تعالى عليهم فاختلفوا فيه، فأصبح القوم لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. فالأصل في العبادة أن يوم الجمعة هو يوم العبادة الذي فرضه ربنا تبارك وتعالى على خلقه أجمعين. العبث البشري خلى اليهود يأخذوا السبت، خلى النصارى يأخذوا الأحد، وهذا خلاف ما أمر به ربنا تبارك وتعالى. بهذا كنا يعني وصلنا إلى نهاية سورة النحل، وأرجو أن تقرؤوها إن شاء الله في البيوت، وإذا كان عندكم أي تساؤلات في قضية من القضايا التي لم أعرضها يعني نناقشها في اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.